بدا بصي ده خلص الجيم ده واجيلك. ها ريست من ده علي النعمة من نعمة ربي، قلبي وقف والله العظيم، قلبي وقف. ايه ده بقى؟ ده ايه ده بقى؟ ده بيعمل ايه؟ شوف العالم بتاعه يا اسطى، اسرائيلي كمان الواد ده. انا حاسه شايف ليه؟ لا البوت ما عملش صوت وطلع ضرب على طول. ده بيبص اصلا من ورا الجدار يا راجل. ده عارف اماكن البوتات ولا ايه؟ طب بقول لك استنى انا ابعت له ايد يا اسطى. العب روح. السلام عليكم يا جدعان، ازيكم عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده في فيديو جديد، بس قبل اي كلام خلونا نصلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. فكره فيديو النهارده يا جدعان ان واحد لي قتلني في الجيم موته مستفزه حرفيا. انا اسكت، رحت بعت له اد وملعب رو. عايز بس قبل اي حاجه كده الناس تعمل لايك اشتراك في القناه وتفعل الجرس، ده اول حاجه. تاني حاجه بقى يا جدعان، عايز اثبت لكم بس حاجتين، ان في فعلا ناس من اسرائيل يا جدعان بتتفرج على فيديوهاتي بتوصل لهم لواحد ولا 2 ولا 3%، ودي سكرين يا جدعان. فاحلى مسا عليك لابوك مؤمن اللي حرق حرفيا اي حد لا حتى العالم عامله غريب. فهلا بقى يا جدعان، مش حابب اطول عليكم كتير، اسيبكم مع الفيديو. مش هدوم بتاع زميلي، ما تنساش اللايك بتاعك. احلى مسا عليك، اسيبكم مع الفيديو، سلام. يا جدعان اقسم بالله انا ما فاهم ده اسم ولا رجل كنبه، بس قشطه. تعال اسمه وان بيس، دي بيس ولا دي ايه؟ انا ولا فاهم لك اسم ولا فاهم لك بلد ولا فاهم لك اي حاجه، بس هنحط عليك برضه. يا جدعان للعلم في ناس اسرائيليين اقسم بالله عارفين قناتي وبيتفرجوا عليها، بيجوا يا جدعان برضه على فيديوهات اسرائيل. بس تعالى تعالى، ده انا هكيفك. انت بتاعي يا اسطى. تعالى يا خرابي. حاسه يا جدعان مش عارف، كلا غريبه. جردل هاي حلو. هاي علي النعمل في شخك، علي النعمل في شخك وين بلدك. دمشته. طب ازاي بقى انا اللي ميت؟ ازاي انا اللي ميت؟ ازاي انا اللي ميت؟ لعب مقرف على فكرة يا جدعان، اقسم بالله لعب مقرف. ولا بيلعب جنب واحد ولا اي حاجة، هو فالح كده. طب ازاي كفر؟ ازاي؟ يا جدعان الواد ده انفعل ولا انا متهيألي؟ ده عامل بري فاير قبل ما اطلع. حلو ده، حلو يا هاك يا عسل. هاك بنت، هاك وعبيط، اقسم بالله هاك وعبيط. والله هاك وعبيط يا جدعان، برضه مش هخسر. انسى. ماشي يا ابني، والله كفر. والله ده مش كفر يا جدعان، انتوا شايفين يا جدعان؟ هو مش ده كفر ولا انا متهيألي؟ صبرنا يا رب. طلع زميلي بيجري، والله ما سيبك تجري، والله ما سيبك تجري يا صاحبي. يا ابن انت محمد، انت ايه اللعب المقرف ده؟ والله الواد ده حاسه شايف يا جدعان، والله حاسه شايف. ده عبيط ده ولا ايه؟ فول اوبن يا فول اوبن بسكار. بسكار عادي جدا. طلب انا امسك عليه كفر. ايوه يلا مشيت البوتات يا حبيب قلبي. يا جدعان والله تعبانين مله، والله مالي فيها، والله مالي فيها. لو قفل الكشف هتلاقي بص الواد بيضرب في حته تانيه. خليه يقفل الكشف بس ويلعب.
وفاء انت فين يا حبيبي؟ هنا. ريح ريح. ما واحد مصري ما تجيش معاه والله، من الاخر بجد واحد مصري ما تجيش معاه والله. دي انت عيال بنت. يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ ليه؟ ما انت كنت ببوش وكنت حلو وسكر. انت كنت حلو وسكر يا جدع. 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 انت كنت حلو وسكر. طلع سكر فعلا. رايكم يا جدعان؟ فشخينه في افكاره يعني، ولا واقع ولا مواقع. فول اوبن اهو. ما تيجي يلا يا ابني. فول اوبن اهو يا. مش عايز يطلع الجبل. ازاي يا اسطى؟ ازاي 166 وما ماتش؟ واجهنا امتى؟ ما تدي طلقه يا. انا اتلخبطت في الدوج وجبتك يعني، سبحان الله يا جدع سبحان الله. والله ماليهم فيها، والله ماليهم فيها. ازاي كلين ويجيبني؟ لا لا لا، ده ايه ده بقى؟ رايح كده. ده كلينه وجبني وكده تلاتة. لازم نشيله، لازم نشيل الواد ده. استنى 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 روح استنى روح. طب ازاي بقى؟ يا ريتني. هو البيك شمال غلط، البيك شمال غلط. ماشي. يا لهوي يا اسطى، بيبلع عداد بطريقة غبية يا جدعان قوي. الواد مش يعني مش بيلحق يشوفني. تعالى يا ريح ريح يلا ريح ميت. الاسرائيل قال تعالى انا اعذبكم. كل دي ليه؟ والله حرام. كل بتاعه من الاول. لا لازم نركز. طب انا بطلع شمال وطلع له طلعة عبيطة. ايه الغباء ده يا رب؟ تعادل. killing spree for the red team. 16 15 تعال cover me. فاضل دقيقة بإذن الله. الدقيقة دي هنحاول نجيب فيها رقم. بإذن الله الدقيقة دي هنحاول نجيب فيها رقم بإذن الله. بإذن الله. حاول ازنقه بيز. الواد لازم احشره بيز يا جدعان. لازم احشره بيز الواد ده. ريح يا بسرعة 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 بسرعة.
عايز اجيب كلين كمان يا رب. انت فين يا ريح يا تعباء؟ والله حظه حلو، حظه حلو والله العظيم. تعبانين بصوا يا جدعان، اخره الاشكال الوسط دي يا جدعان، اشكال ده يا جدعان اشكال ما تتشرفش بيها، هي دي الاشكال اللي انا بقول لكم عليها، دي ما حدش يتشرف بيها اقسم بالله. انا مش عارف انت اسرائيلي ولا لا، لانك انت ما فتحتش مايك تمام. فيا جدعان لو ده واحد عربي فده اقسم بالله مش عارف اقول له ايه بجد، والله العظيم ما عارف اقول له ايه. يعني لو ده شخص عربي يعني انا عايزك انت توجه له كلمه في الكومنتات تحت، لو هو شخص عربي، فاما لو هو اسرائيلي انت عارف هو ايه، ناس بنت مين. طيب يا جدعان احنا كده وصلنا لاخر فيديو، في عجبك الفيديو ما تنساش اللايك بتاعك، اشترك في القناه، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واحلى مسا عليكم يا رجاله، نشوفكم في فيديو جديد، سلام. وعايز بس اقول لكم حاجه قبل ما نمشي، ان هم اصلا يا جدعان بيشوفوا فعلا فيديوهاتي اقسم بالله، شوفوا في المقدمه هتلاقوا انا حاطط لكم النسبه اللي بتتفرج عليها من البلد اللي مش هينفع نقول اسمها دي. خلصنا، احلى مسا عليكم.